يمكن ده بخلال المشروعات القومية وتطوير البحيرات وكده، يمكن خلانا بنحقق يعني قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية. يمكن احنا أصبحنا رقم واحد في الاستزراع السمكي في أفريقيا، ويمكن السادس عالميا على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، ويمكن عندنا احنا متميزين في البلط رقم ثلاثة على مستوى العالم في إنتاج البلط. بخلاف المحاور الأساسية اللي تحدثنا عنها بقدر في لمحة سريعة، عندنا مجموعة من المحاور الداعمة اللي كان لازم نشتغل عليها عشان نقدر نحقق الاستراتيجية. أول حاجة ده كان منظومة الزراعة التعاقدية، أيضا ما أغفلناش محور التحول الرقمي والزراعة الذكية، أيضا مبادرات تمويل صغار المزارعين ومشروعات حياة كريمة. لو جينا المشروع الزراعة التعاقدية ده من الحاجات المهمة جدا اللي الدولة يعني أعطتها اهتمام. يمكن الدولة في فترة من الزمن تخلت عن شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، وده يمكن أدى إلى ان الفلاحين والمزارعين بدا تغير نمط الزراعه، كل واحد بقى بيزرع اللي يعجبه بالطريقه اللي تعجبه، وبالتالي يمكن لقينا بعض المحاصيل الاستراتيجيه انخفضت المساحه المنزرعه فيها، زي القطن مثلا انخفضنا كده كبيره. لكن بدات سيادتك مع يعني ان احنا ندعم المزارع والمربي الصغير، كان مساله تنفيذ الزراعه التعاقديه. يمكن احنا لاول مره ننفذ الزراعه التعاقديه بالشكل وبالاسلوب المنضبط. احنا بنعلن اسعار ضمان قبل الزراعه بوقت مناسب عشان الفلاح يقدر يحدد اقتصادياته ويختار المحصول كويس، وبعدين لما نيجي نستلم منه المحصول بناخد منه بسعر البورصة أو سعر السوق. نفذنا هذا الأمر على يعني مجموعة من المحاصيل زي القمح، الذرة، السنة دي بنطبق على الذرة، فول الصوع، عباد الشمس، المحاصيل السكرية زي قصب السكر والبنجر والقطن كمان، وده يمكن هيبقى من الحاجات الأساسية اللي هتساعدنا إن احنا نقضي جزئياً على مشكلة التفتت الحيازي، إن احنا نبدأ بقى طالما أنا بشتري المحصول وبأسعار مناسبة أقدر أطبق الدورة الزراعية، وبالتالي نقدر نعالج جزئياً مشكلة التفتت الحيازي. برضو كان التحول الرقمي في الزراعة لابد برضو إن احنا يبقى لنا دور مع تحول مصر الرقمية. يمكن احنا عندنا تأهيل أكثر من 5700 جمعية أصبحت بتمارس العمل بطريقة رقمية وبصفة خاصة في توزيع السماد. يمكن كارت الحياز الذكية خلاص نعتبر انتهينا منه وبنشتغل بصورة كاملة. حوكمة منظومة الأسمدة اللي كان فيها بعض الثغرات في الفترة الماضية يمكن احنا عملنا لها نظام وعرضناه على سيادتك، وبرضه سيادتك وجهت ان احنا نضيف يعني محور اخر لتدعيم المنظومة بنشتغل عليه. يمكن كمان من الحاجات الرقمية الكويسة اللي احب اقولها ان احنا عندنا زملائنا في الباحثين الخريطة الصنفية. مثل الخريطة الصنفية دي ايه؟ ان هو بيحدد الصنف اللي يصلح في مكان معين من النوع، وبالتالي بزود الانتاجية برضه. كل ده بيندرج تحت تحسين مستوى المزارع، حياة كريمة. ايضا خريطة التربة احنا يمكن خلصناها دي لأول مرة في 5-6 محافظات، وهنبدأ نعمل لها تجربة. الهدف منها إنها زي الخريطة دي بتحدد عناصر التربة من المغذيات، وبالتالي أقدر أرشد في استخدام الأسمدة ويعني أحسن الإنتاجية. يمكن برضو عاملين بروتوكول مع هيئة الاستشعار من بعد عشان نبدأ نحصر المحاصيل بالأقمار الصناعية وباستخدام الطريق الرقمي، بعيدا عن بقى الأسلوب اليدوي وبعيدا عن التلاعب اللي كان بيحصل، فهنستخدم هذه المنظومة. أيضا عندنا بروتوكول مع معالي وزير الاتصالات إن احنا نعمل منصة لنهيكل عليها ونسجل عليها كل بيانات هيئة التعمير والمتعاملين مع هيئة التعمير.